غير موفق، وبهذا تنتهي المباراة. إذن مشاهدين الأكارم، القوة الجوية يخسر أمام المولودية في إياب البطولة العربية ويودع الأبطال. الأمر ليس محال، فظروف الكرة العراقية صعبة بتوقف الدوري، زد إليها تقاطعات المؤسسات الرياضية. لا عليكم يا رجال، القادم أفضل بإذن الله. شكرا جزيلا الكابتن رزاق فرحان، كنت معي ضيفا عزيزا في هذه الحلقة. كنا نتمنى انه يكون ختامها مسك بتأهل الصقور، لكن لا بأس. شكرا جزيلا كابتن، شكرا لك اخويا، وهارد لك للصقور صراحة. أدوا مباراة وقدروا انه يمثلون الكرة العراقية خير تمثيل، وضربات الجزاء تبقى على الحظ اكيد. شكرا لكم، ان شاء الله يعوضك. شكرا لكم مشاهدينا الاكارم، نلتقي يوم الخميس. السلام عليكم ورحمة الله.